اضطر المنتخب الوطني الى تغيير ملعب تدريباته في بورتو أليغري بيرا ريو، وهذا للمرة الثانية في هذا المونديال بعد المرة الأولى التي كانت في كوريتيبا. وكان من المقرر أن تتدرب التشكيلة الوطنية على أرضية ملعب بيرا ريو، لكن المنظمين قرروا إجراء التدريبات على ملعب غريميو أرينا خوفا من تأثر أرضية الميدان بالأمطار الغزيرة التي هطلت يوم السبت، في حين سيتدرب المنتخب الألماني بشكل عادي في الملعب الرئيسي باعتباره الفريق ألف، وهو الذي تأهل أولا عن مجموعته.